رمز آخر وهو البيض، رؤية البيض. والدليل على هذا المعنى قول الله تعالى: كأنهن بيض مكنون، والتشبيه هنا للزوج الحور العين في الجنة. أيضا رمز آخر رؤية العسل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحدث لرجل طلق امرأته وأراد أن يراجعها بعد أن طلقها بثلاث، قال لا حتى يتزوج أو تتزوجين أنت ويذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. فكلمة عسل قد يفهم منها معنى الزواج. أيضا الناس الآن يسمون المتزوج حديثا يقول أنت في شهر العسل. كذلك رؤية التمر خاصة في وقت نضجه، رؤية القهوة كذلك، وشرب القهوة، إعداد القهوة قد يكون يحمل من معانيه معنى الزواج. أيضا رمز آخر رؤية العباءة والبشت والملابس. تذكروا قول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. رؤية الأحذية أو لبس الأحذية الجديدة، مثلا شراء حذاء جديد، لبس حذاء جديد، قد يحمل معنى الزواج. رؤية الأساور والخواتم والتاج، وهذه أيضا تحمل معنى الزينة، والله سبحانه وتعالى وصف الزوجات والنساء بأنهن أو المال والبنون قال زينة الحياة الدنيا، فهذه زينة وأيضا تحمل معنى الزواج. رؤية العقد والعقد والحبل كذلك تدل على معنى الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وقال تعالى أيضا: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهذه الأشياء قد تدل على الزواج وارتباط بين رجل وامرأة برباط إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون أبديا إلى نهاية العمر توثيق شرعي، وهو الزواج. كذلك من الرموز التي تدل على معنى الزواج رؤية الهدايا والهبات، الهدية والهبة تدل على الزواج. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأيضا قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. لاحظ كلمة إن وهبت، فيتدل على معنى الزواج، لأن الله قال بعد ذلك: إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يهمني جدا أن أعيد وأعيد وأكرر أننا نربط بين الرموز في القرآن والسنة وبين معانيها في التفسير. كذلك رؤية الولائم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حين أخبره أنه تزوج، قال له: هل أولمت؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشات. فالوليمة ورؤية البنت مثلا أو الفتاة أو الشاب أنه دخل في وليمة وأكل في ولائم أو أكل في مناسبة سعيدة وفيها مأكولات لذيذة، فهي تدل على معنى الزواج كذلك. أيضا الساعة، لبس الساعة أو رؤية الساعات والمكياج وتزين فيه، الكحل، أن تكتحل البنت، أيضا تدل على الزواج. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالكحل والمكياج تتزين به البنت، وأيضا يتزين به الرجل يكتحل أحيانا. كذلك الساعة، يعني قد تكون من معانيها أن ساعة الحظ لهذه الفتاة أو هذا الشاب قد قربت. رؤية العطور أيضا تدل على الزواج. وكذلك الحيوانات، رؤية الناقة والبقر والخيل، كل هذا والحمام أيضا، كل هذا قد يدل على معنى الزواج. إذا ركبت المرأة حصانا أو ركب الشاب مثلا ناقة أو ركبت المرأة جملا مثلا، تدل على زواج. كذلك الحمام قد يدل على معنى الزواج. القصور الجميلة أيضا والدخول فيها تدل على معنى الزواج. القمر أيضا يدل على معنى الزواج. أم المؤمنين صفية رضي الله عنها حين رأت القمر يقع في حجرها كان معناه زواجها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك رؤية الجنان، البساتين تدل على، والدخول فيها أيضا تدل على الزواج. رؤية المصحف، إذا رأت المرأة أو رأى الشاب أنه يقرأ في المصحف أو كتاب أو دخول في مكتبات أيضا تدل على الزواج.
وأيضا رؤية الشهادة، شهادة النجاح إذا استلمتها مثلا الفتاة أو استلمها الشاب، كذلك السجادات والفرش والستائر والمفاتيح، كل هذه رموز قد تدل على وجود معنى الزواج في حياة من رآه، خاصة إذا كان في سن مناسب للزواج. رؤية السيارات والطائرات والقطارات، مثلا رجل يرى أنه مثلا اشترى سيارة جديدة قد يكون معناها الزواج، أو ركوب طائرة أو ركوب قطار قد يدل على معناها، قد يكون من معانيها أيضا الزواج. رؤية المطر والسحاب والماء، والدليل على هذا قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأفلا يؤمنون، وفي آية أخرى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. هناك أرقام أيضا تدل على الزواج، منها رقم مثلا 1 و2 و3 و4 و8، والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. هذه طبعا الرموز قد تدل على معنى الزواج، ولكن أنا أؤكد على أننا يجب ويجب علينا ألا نبتر الرمز من الرؤية، وإنما ننظر للرؤية مجملة. وأيضا من الأدلة على الأرقام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ثم قال في الآخر على أن تأجرني 10 حجج 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن نفسك. هذه أبرز ملامح الرموز أو أبرز الرموز التي بالتتبع وجدت أن لها علاقة بمعنى الزواج، وأنا أتمنى أننا قدمنا لكم شيئا ذا فائدة، خاصة أن هذا الدرس يفيد منه أيما فائدة المعبرين بخاصة.